ورجعنا لكم بعد الفاصل مع فقره لقيت الطبطبه. في بدايه الفقره انا حابه ارحب بزميلي وضيوفي. اهلا بيكي يا محمد طارق. اهلا بيكي يا سمية. اهلا بيكي انيسه مريم. اهلا بيكي. موضوع طبطبتنا النهارده هنتكلم عن البنات اللي سنها عدى 30 سنه، وهنا بنغير نظره ومفهوم مجتمع خاطئ انه بيقول عليها عانس، وانا من هنا برفض المصطلح ده شكلا وموضوعا. مفيش حاجه اسمها عانس، ومفيش حاجه اسمها سن محدد للجواز، في حاجة اسمها سن مناسب للجواز، وحد يفهمني واطمن له وارتاح له معاه، لان ده الشخص اللي هكون معاه طول العمر. هنبدأ بيك يا مريم. هل في سن مناسب للجواز؟ ما اعتقدش ان في سن مناسب للجواز، طالما الشخص كويس اخلاقيا اجتماعيا. انا هستفيد ايه لما اتجوز حد في سني ويطلع في الاخر شخص مش كويس ولا مناسب ولا واخد باله مني ولا في مودة ولا رحمة اللي اتقال عليهم في كل الأديان مش بس الدين الإسلامي؟ فمش هستفيد أي حاجة خالص بالسن إنه يكون مناسب. مريم قولي لي، إزاي البنت تختار شريك حياتها وفي أنهي سن تبدأ تختار؟ فترة التعارف، وأكيد مش سن صغير. ما ينفعش سن الصغير ده أدخل في أي علاقة من أي نوع، يعني من بعد 18 سنة مثلا، 19، بعد 19. أنا شايفة إن على الاقل مثلا تكون خلصت فتره الثانوي، علشان اقدر مثلا في الجامعه دي ممكن تكون التصرفات او كل حاجه في ايام ثانوي ما بتبقاش صح بنسبه 90%. مراهقه يعني. طيب الضغوطات الاهل بتاثر، بتخليني ممكن احتاج حد، ممكن عايزه اتكلم، فاحتياجي ده ممكن يوقعني في ناس غلط، ما تكونش صح. طيب وتفتكري لسه في ضغوط من الاهل على البنات ان هي تتجوز بدري؟ بيئة وبيئة، يعني في بيئة في معظم البيئات. قصدك البيئة مثلا الريفي؟ الريفي في اكتر لا الريفي الاكتر هم اللي ممكن يضغطوا على تتجوز صغيرين. ونادرا لما تلاقي في الريف حد متجوز بيقول لك لا انا عايز اتجوز، عايز مثلا اجوز بنتي بعد مثلا كليتها. لا ممكن تتجوزي في كليه عادي، ممكن اصلا ما تخش اصلا كليه وتدخل كليه وهي متجوزه. ده طبعا حاجه غلط جدا، وفي في الاخر برضه بنسبه الطلاق بتزيد بسبب كده، حاجات كتير قوي يعني. اكيد طبعا. مريم تفتكري في شروط للجواز زي التكافؤ في السن، التكافؤ الاجتماعي؟ مش في الدين الاسلامي بس، يعني احنا عندنا في مجتمعنا بنسمع ان الدكتور لازم يتجوز دكتوره، المهندس كذلك. انت ايه رايك؟ التكافؤ والتوافق اهم شرط من شروط الزواج في كل الاديان. ما ينفعش ان انا ابقى واحد دكتور او واحده، ممكن تختلف مع البنت عادي. يعني البنت ممكن تبقى كمستوى اجتماعي او كمستوى اي حاجه تبقى اقل من الراجل، ممكن هي زي ناس كتير قوي مشاهير اتجوزوا مثلا حد، فهي بتكبر وبتبقى احسن معاه. انما الراجل بتختلف، ما ينفعش ان انا اجيب حد انا مش مناسب اجتماعيا او اخلاقيا لاهلي. طيب لازم يبقى في تكافؤ وتوافق في كل حاجه. اكيد طبعا. طيب وتفتكري الشاب والبنت امتى يوصلوا لمرحله النضوج ان هو يرتبطوا ببعض فيها؟ السن يكون مناسب، يعني انا قلت انه لازم يكون على الاقل في الجامعه او في ان الولد المفروض يبقى اكبر من البنت عشان يبقى في نضوج عنها مثلا او يفهمها اكتر. فانت مثلا تفتكري السن المناسب للبنت قد ايه وللولد قد ايه؟ مش قد ايه، انا ممكن دلوقتي تحسي ان يعني ان هو يقدر يشيل مسؤوليه. بحس ان الراجل ممكن بعد سن ال 25 مثلا، ده ممكن اعرف بقى اخد منه رايي، اعرف اخد منه حاجه. هو اتعامل مع ناس كتير في سنه، اكبر من سنه واصغر من سنه، فبيعرف يحدد مين الاحسن ومين مين اللي مش لازم اتعامل معاه. البنت كده كده عقلها دايما بيكون اكبر شويه، فلازم على الاقل الراجل يكون اكبر من البنت. يعني بالنسبه لي انا 5 سنين مثلا يبقى في سن توافق مثلا بينهم، علشان هو يقدر حتى يحتوي المخ ممكن الكبير شويه ده. ومع ان في حاجات في البنت بتبقى اصغر برضو، يعني بتفضل طول عمرها صغيره يعني. اكيد طبعا. طيب لو في بنت تعرضت لضغوط من الاهل او تنمر او كده، ازاي تواجه المشكله دي؟ الهدف، طول ما انا رسمه لنفسي هدف، طول ما انا مش هركز مع تنمر الناس او تنمر اي حد، طول ما انا مركزه ان انا
في هدف انا بسعى له وبضيع وقتي فيه. زي ما بيقولوا انا مش فاضيه اركز في مين قال ومين ما قالش. انا بعمل نفسي اسم وبعمل نفسي كارير، بعمل نفسي هدف ماشي عليه. ما اعتقدش ان انا هبقى فاضيه بقى اشوف مين قال ومين ما قالش، بالعكس الناس هي اللي هتبقى ممكن بتقول. مش كل الناس يعني بتركز في اكيد. طيب تحب تقول نصيحه ايه للشباب يا محمد بالنسبه ان انت شاب يعني؟ بصي انا حابب اقول للشباب والبنات ما نركزش في البدايات، عشان دايما البدايات بتبقى حلوه، ممكن بدايات فيما بعد نندم عليها. دايما البدايات بتفرح كل حاجه، ما بنشوفش عيوب فيها عموما، ما بنعرفش نفكر صح، بناخد الفرحه بتاعتها في الاول وعينينا بتتعمى عن حاجات كتير. ده بالنسبه للشباب وللبنات، مش الشباب بس. طيب يا مريم في نهايه حلقتنا تحبي تقولي ايه للبنت او للولد ان انت تستفيديهم بيها في المراحل في عمرهم؟ هو برضو ده لسه نرسم لنفسنا اهداف احنا اللي نكون عايزينها، مش اختيار حد فانا بمشي ورا اختيارات الاخرين. لا، طول ما انا راسمه لنفسي فعلا هدف، ودي عن تجربه خاصه يعني، انا طول ما انا راسمه لنفسي اهداف او هدف وبسعى لها، انا مشغوله عن اي حاجه سلبيه ممكن اتحط لها. بالعكس انا بفرح لما بشوف نفسي بنجح، نفسيتي طاقه ايجابيه بتزيد كل فتره، كل ما بشوف نفسي بقيت بتطور في حاجات، سواء بقى غنى، شعر، مذيعه، غيرها. كل الحاجات دي لما بتبدا تتحسن معايا وبشوف نفسي افضل وانجح فيها، كل الطاقه السلبيه، اي طاقه سلبيه بتروح مني بعد كده. صح، عندك حق، انا معاكي في الكلام ده. طيب في ختام حلقتنا بحب اوجه نصيحه للبنات، ما تسمعيش لحد لانك انت اللي هتدفعي نتيجه كل القرارات والاختيارات الغلط. مفيش حاجه اسمها سن مناسب للجواز، في شخص مناسب تكملي معاه بقيت عمرك كله. استنونا الاسبوع الجاي في حلقتنا لقيت الطبطبه من برنامج فضفضه البنات.